قايلها صلاح ان في حاجات انا ما اعرفهاش. ايه اللي في جربك تاني يا صلاح؟ يمكن ارتاح. في حاجات كتير احسن لك ما تعرفهاش، لانك يوم ما هتعرفها مش هتشوف يوم راحه. وانت تفتكر لو ما عرفتهاش اعرف ارتاح؟ قول يا صلاح. ولو قلت هتصدقني؟ لازم اصدقك، لان مفيش ميت بيكذب. عندك حق يا حسن، عندك حق، بس انا مش حبل المشنقه ولا يموتني. لا، انا ميت من زمان، من زمان قوي. يوم ما سلمت نفسي القلب بكرهك، استغل نقطة ضعفي وزقني على أذيتك. خميس الرازي مجرد وسيط، وأنا أنا كان دوري إني أنفذ خطط غير يا حسن. خطط مين يا صلاح؟ خطط مين وأنا لازم أفهم أي حاجة؟ حسن بيخوني يا صلاح، كنت براقبه وشفته بعيني طالع عند واحدة. أنا عرفت، عرفت كمان إنه متجوزة، يبقى شمال. كل همها إنها تتجوز واحد زي حسن عشان تدافع منه وشين. بس المشكلة في طليقها، مش هيسيب حسن في حاله. وأنا مش هسيب حقي وحق بنتي. ولو فاكر إني هسيب حقي زي ما أبويا ساب حقه لأبوه، جبعينه. إيه ده كمان؟ حسن ما اعرفش ان انا عرفت. انا هواجه واخليه يسيب البت دي. اخر همي انا، المهم عندي حقي. انا ما بقتش حاسه بالامان مع حسن، وهو خني، واللي بيخون مره بيخون الف مره ومره. وانت اللي هتساعدني ان احافظ على حقي ده. انا اساعدك ازاي يا كمية؟ انت محتاج فلوس يا صلاح، وانا عارف المشاكل اللي بتمر بيها بسبب الديون اللي عليك، وانا هساعدك بده. هيبقى لك نسبة بكل حاجة، هقعد جنبك يعني. وضحي كلامك يا كاميليا، أنا مش فاهم حاجة. أنا هفهمك. أول حاجة لازم نعملها إن إحنا نبلغ طليقها بالموضوع، ونشوف هو هيعمل إيه. ولو ما عملش حاجة هنسكن البنت، مش أنت بتقول إنها شمال؟ يعني ديتها فلوس، من غير ما نظهر إحنا في الصورة. إيه رأيك؟ يا كاميليا أنا ما ينفعش. كاميليا حسن العربون، بص كده على الرقم وشوف كوكي مقدرك قد ايه. بص ده راجل مجنون كان هيقتل حسن. خرجيني بره اللعبه دي يا كاميليا، خرجيني منها بقى. مش هنقدر نخرج يا صلاح، خلاص احنا خلاص غرزنا، لازم نستفيد من الموقف. نستفيد ازاي ان شاء الله؟ معرفش، اضغطوا اكتر، وكل ما تضغطوا انا هستفيد وهتستفيد معايا. ما انت ليك نسبتك. اضغطوا ازاي يا كاميليا؟ اضغطوا ازاي؟ دور على البنت اول حاجه، بس قبل ما تعمل اي حاجه اضمن ان ورقه الجواز دي معاك. ما ينفعش اقابلها، لو قابلتها هتقول لحسن. ما تقابلهاش انت، حك دماغك كده ودور على اي حد يكون وسيط بينك وبينها. اي حد ازاي؟ اي حد مين؟ حد تثق فيه يعمل معاها تجيل، حد من اللي بيكرهه حسن. فكر معايا يا اخي، هو انت مش محامي؟ 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 انا مش عارف انا محامي ولا لعيب كوره ولا ايه بالظبط. محامي